بعد أيام سنودع العام 2018 الذي كان حافلا بالأحداث وطنيا وإقليميا ودوليا، وضمن تقاريرنا عن أحداث هذا العام سنتوقف الليلة عند تأهل المنتخب الوطني المرابطون لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا. عندما تولد الأحداث المميزة تحتضنها الجغرافيا، لكنها تعيش في كنف التاريخ إلى الأبد. 2018 كانت بدعا من السنين، فحلقت مع الحساب الرياضي للزمن عبر الرياضة على أرض الواقع، فقسمت ما مضى إلى شطرين: تاريخ وتأريخ، فالأول يروى والثاني ينتقى، ومن بينه حصرا حلم الكان 2019. فكان لرفرفة العلم معنى ولكلم النشيد صدى، وكأننا ما قرأناه يوما ولا فهمنا معانيه من قبل. ربيع الويام عشنا السماعة تزبط السلام عيد ماجي ويحبو خلاجي وضع الماضي خلف الظهور في مشية خطاها اللاعبون، ولا أحد من الجمهور الرياضي الهادر يريدها أن تنتهي إلا في قلب الكان. وهذا بالضبط ما اتفق عليه الفريق وخطط من أجله، من أجل أن نرى علمنا خفاقا بفضل سواعد أبناء وطني. 2018 ما بعدها لن يكون كما قبلها، فانحناءة الزمن تعني ركوبه، واعتلاء ظهره لا يناله إلا ذو حظ عظيم، والمرابطون استووا على جوده إلى حلم طالما راودنا في النوم واليقظة على حد السواء. 2018 أسالت الدموع واللعاب في آن واحد، من مكان واحد، من أشخاص متعددين، لكن بقلب واحد. ما شاء الله حد شافه ما يقدر يغلب. الحمد لله اللي حرام ملانا نتصوروا نص قرن احنا نتفرجوا له. والله الحمد لله ما عرف قاعد ادين. هذا فريما حلم اكسكوز يا فريجا بروبليم اون دور تراكين حطها ان شاء الله. ميرسي بوكو ميرسي بوكو. قطار مازال ماشي. ربما لن يتوقف القطار، لكن ربانه يحترمون حتما المحطات. وتأهل المرابطون ليس محطة فحسب، بل تجاوزا إلى مربع لم تطأه أقدام الرياضيين من قبل، مربع يستوي فيه الليل والنهار، فالأنوار لم تعد تخص باريس وحدها، فالمدن قد تتلألأ دون أن تحتضن برج إيفل. ربما يفكر في ذلك ابن فرنسا كوارتين مارتينز. 2018 خلطت الأوراق وقالت بأفصح لسان: لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، لكن أحلام الرجال تضيق. أحمد نسيد أحمد، الساحل تي في، واكشوت.